أهلا وسهلا بكم. يشتكي العديد من مرضى السمنة من نظرة المجتمع لمرضهم وعدم تأمين حالتهم لدى شركات التأمين في العمل بسبب اعتبار شركات التأمين أن السمنة موضوع تجميلي، فيما تصنف عند باقي الدول أنه مرض يستوجب المتابعة والعلاج، خصوصا أنها بلغت أعلى مستوياتها في المملكة. طبعا هذا الموضوع موضوع يعني قديم جديد، ولكن احنا في مع شريكنا الدكتور عايض القحطاني في وعي الحقيقة تشكل، والفضل اللي بعد الله يعود للدكتور عايض وكل الناس اللي يعملون في هذا الشأن، اللي هو انه السمنة عززنا عند الناس انه هذه مرض، يعني السمنة مرض. عندما يعني يوصلون الناس لهذا الوعي مفروض انه ينعكس ذلك ايضا على الشركات. هل راح تخسر راح تكسب الدكاترة؟ يعني كل الأمور هذه راح نناقشها بس بعد هذا التقرير مع محمد الحب. شريان السهلي أمضى سنواته 28 بانتظار حل جذري للسمنة بعد معاناته في النوم ومجمل حياته اليومية، حتى مع أنظمة التخسيس التي لم تنجح. احنا نعاني كبدناء مستشفيات الحكومية، تجي المستشفى الحكومي أقرب موعد زي يعني احنا مستشفى قال لي بعد سنتين أو ثلاث سنوات، أنا مريض سمنة انتظر سنتين ثلاث. مرض السمنة تقريبا اللي أنا حسب ما قريتها تؤدي إلى 47 مرض أو 48 مرض. يعمل شريان في أحد البنوك منذ مدة ليست بالقصيرة. النظرة لسمنته بالغالب لا تندرج تحت اسم المرض، بل أمر عادي يستطيع التغلب عليه بالرياضة والرجيم. بعض الأشخاص قابلتهم يفكر هذه عملية تجميل، هذه عملية تجميل، أنت بإمكانك تسوي رجيم وتخف تصير نحيف. وصحيح في ناس تحتاج رجيم وتخف، لكن في حالات زي حالتي وحالات ناس ثانية شفناها في تقرير قبل، ما حتى لو تسوي رجيم من هنا إلى تقريبا أبعد وقت، ما لازم تدخل جراحي، لازم عملية جراحية. شركات التأمين في السعودية تعتبر مرض السمنة عملية تجميلية لا تتحملها ولا تشملها أنظمة العلاج للموظفين، رغم أنها قد تكون مكلفة لذوي الدخل المحدود، على عكس الدول الغربية التي تصنف السمنة على أنه مرض يجب أن يحارب. لكن اللي أنا أعرفه في السعودية جميع شركات التأمين يعتبرون هذه تجميلية ولا يغطيها التأمين، جميع شركات التأمين على حسب ما قريت. الآن في أمريكا بدأوا يطبقون عمليات السمنة ضمن التأمين. من جهة أخرى، أنظمة العمل للبدناء في السعودية لا تشمل أي تنظيم سوى الاستبعاد دون أي مسؤولية في حال تقدم المريض لطلب وظيفة، وهذا ما يعاني منه شريان في بقية مجالات العمل ومن يشابهه في سمنته. شكرا محمد. يسر نرحب بضيفنا العزيز من استديوهاتنا في الرياضة الدكتور عايض القحطاني، وهو استشاري جراحة المناظير والسمنة. كل عام وانت بخير دكتور عايض، أهلا وسهلا بك. كل عام بخير أخوي علي، وسعيد جدا بلقائكم اليوم مرة ثانية، وعيدكم سعيد إن شاء الله والمشاهدين الكرام. الله يسلمك. لماذا يعني لا إلى الآن شركات التأمين في السعودية لا تعتبر السمنة مرض يستحق المعالجة ويصير من ضمن الأمراض اللي يتأمن عليها؟ والله هذا يعني احنا نمشي على خطى التاريخ. لو نظرنا الى قصة تعامل المؤسسات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا، كان هذا نمطهم انه حتى مش مجرد الشركات اخوي علي، ايضا القياديين في المنظمات الصحية وفي المؤسسات الصحية الاطباء ينظرون انه شكل. بعدين بدأت الامور تتغير، يعني خلال ال 15 سنة والعشرين سنة الماضية كل العالم تغير، تغيرت الشركات التأمين نتيجة لتغير المفهوم لدى مقدم الخدمة.
أو المسؤولين عن الخدمات الصحية، يعني مثلا سواء في الوزارات أو المؤسسات أو لأنه والله نعم خلاص إحنا اعترفنا في تصنيف الأمراض العالمي اللي هو آخر تصنيف للأمراض الICD ولا تصنيفات معينة أو International Code حق الأمراض، بدأوا يضعون أنه هناك كود للسمنة كأنه مرض زي السكر زي الضغط، فصار في كود معين. هذا المفروض ينتقل مباشرة أنه خلاص ما دام في كود وصنفنا أنه مرض أنه تنطبق عليه ما ينطبق على الأمراض الأخرى اللي تدخل، هي ليست خلقية، هي شيء جاء المريض وعاش وصار له سمنة وصار له وصار عنده مرض، فليش أنه مرض يصير عنده سكر وعنده ضغط وما نغطيه؟ هذا الفكر انتقل خلاص، صار المؤسسات الصحية ومقدم الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المناكب العالم يعترفون أنه مرض. الاعتراف هذا انتقل للمؤسسات اللي تقدم التأمين أو الشركات اللي تقدم التأمين وأجبرت أنها تقدمه. وهذا يعني أصلا في نوعين، نوع الأول أو فكرين مختلفين. فكر الأول أنه للأسف قصر نظر من الشركات التأمين. أنت لو جيت شركة تأمين وعطيته مريض سكري وعطيته مريض ضغط وعطيته مريض قلب وقلت له يا أخي غطي لي هذولي، حتكلفه أضعاف مضاعفة مقابل أنه لو عامل لو عالج هذا مريض السمنة وتخلص من الأمراض الثلاثة أو الأربع الأمراض والأورام والمشاكل الأخرى اللي تصاحب السمنة. فعنده قصر نظر، يقول أنا خليني أتخلص من الأمراض السمنة ما أغطيها وأخلص نفسي، لكن ما يعرف تماما أنه في نهاية المطاف حيغطيها سكري وحيغطيها أمراض قلب وحيغطيها، فهو قصر نظر. الأمر الآخر في عدم التغطية هو أنه انعدام النظام. النظام المفروض يلزمه. أنت طبعا للأسف الآن أخوي علي يعني لما نبغى ننزل من الشركات التأمين إحنا إلى حد الآن ما زلنا إحنا أطباء في مؤسساتنا الصحية وقياديين في المؤسسات اللي تقدم الخدمات الصحية لا نعترف بسمنة أنها مرض. يعني كثير من الناس 90% بهالآلية. طيب دكتور عايض يقول لك والله لا ما هو مريض. ذكرت هذه إشكاليتين على جهتين. نعم ذكرت في ثنايا حديثك بأنه المفروض يجبر. من الجهة في السعودية اللي تستطيع أن تجبر الشركات؟ هل وزارة الصحة قانونيا تستطيع أن تلزم الشركات التأمين الموجودة في السعودية بأنه تعتبر هذا مرض ويصير يعني يخضع يشمل التأمين؟ نعم هذا وزارة الصحة وأيضا عندنا المجلس الضمان الصحي. مجلس الضمان الصحي هذه مسؤوليته وطبعا هو برئاسة وزير الصحة المعالي الدكتور عبد الربيع، ولكن الفكرة هي أنه أنا لو مسؤول من شركة التأمين طبعا إذا عندي بعد نظر حقول من مصلحتي أني أغطي هالمريض، إذا عندي قصر نظر كمسؤول شركة تأمين أقول والله أنت يا مجلس ضمان صحي طبقوا أول في مؤسساتك وبعدين تعال طبقوا عندي. وهذا طبعا مع حق يقول لك هالكلام، لأنه للأسف لا وزارة الصحة ولا العسكرية ولا حتى الجامعية ولا المستشفيات الأخرى تعترف بمريض السمنة أو المرض السمنة أنه مرض، هي ما زالت عامله. صحيح أنها تقدم الخدمة إذا جاءها بس بمواعيد طويلة ومشاكل أخرى. فإذا أنت لما تعترف أنه مرض وتحطه في الكود حقك أنه تشخيص وهذا بدأ يعترف به عالميا، هنا تقدر تقول والله شوف كل الأمراض وفي نظام أنا سمعت عنه وربما إن شاء الله في بعض البلاد مثلا في أمريكا وفي بعض أعتقد أنه في أحد الدول القريبة منها أنه تلزم أي شركة تأمين أي مرض يدخل ويغطى بالمؤسسة الصحية زي وزارة الصحة والعسكري سنتين بعد تغطيته بالنظام الصحي الحكومي مباشرة ينتقل تغطيته أوتوماتيكيا على اللي هو نظام التأمين. فعلى الأقل يكون لنا شيء. يعني حرام أنا لما يتكلم شريان والناس اللي غيره نقول لك معاناة لا الشركة تغطي. وغير هذا وهي مشكلة كبرى، مش مجرد أنه ما يغطون المريض دفع وجزاه الله خير نفسه وسوى عملية. طيب يا أخي لما نعطي جازة لهالمريض أو أعطيه راحة أو أعطيه يقول لك لا أنت تغيبت عن العمل بسبب غير مقنع، ليش؟ لأنه يقول العملية اللي سويتها عملية تجميلية فبالتالي ما نحسب لك هالإجازة اللي تحسب، وهذه مشكلة. يعني لا أصحاب العمل يعني معترفين بها أنها مرض وأنه يجب العلاج منها، ولا المؤسسات الصحية معترفين بها مرض، ولا شركات تأمين معترفين بها مرض. إذن إيش فين يروح المريض مريض السمنة هذا المصاب بهذه الأمراض؟ إين يروح إذا هو ومو المشكلة أن يوفر عليك خدمات صحية ويوفر عليك مؤسسات صحية ويوفر عليك أنت صاحب العمل. إحنا العمل المفقود حوالي يمكن 300 مليون أو شيء يوم عمل مفقود جزئي أو كلي خلال السنة من المريض، يعني من الأمراض العالم كله. يعني الناس يفقدون أعمال كثيرة جدا ما يداومون بسبب السمنة أو دوامهم يكون ناقص بسبب السمنة، هذا كله إحنا نوفر، لكن بعد قصر النظر للأسف مشكلة كبيرة. طيب دكتور عايض، هل الوزارة عندها نية يعني هذا الموضوع يشغلها، تحركت فيه بدأت فيه؟
أنا أعرف تماما أنه معالي الدكتور عبد الله الربيع يشغله كثير أمانة، مش مجاملة والله يا أخوي عبد الله، صحيح أنا يعني شفافية مهمة جدا، ولما نقول كلام لصالح الوزارة أو لصالح الدكتور عبد الله الربيع فلا يعني أبدا نجاملهم أبدا. أنا أعرف تماما، والدليل على هذا أنه الآن الأسبوع إحنا يعني الأسبوع القادم إن شاء الله في وزارة الصحة عندهم مؤتمر دولي يهدف إلى شيء اسمه الأمراض السارية. الأمراض السارية هي السمنة على رأسها، ويعني السكر والضغط والأشياء اللي تؤدي لها السمنة، فنحاولون يجودون استراتيجية، وحتنطلق من هذا المؤتمر إن شاء الله في يمكن حوالي 18 وزير صحة من منظمة الصحة العالمية ودول أخرى ودول عربية والشرق أوسطية هيحضرون برعاية خادم الحرمين الشريفين، راح يكون الأسبوع القادم في الرياض. وهذا أتمنى اللي هو 23 شوال هذا يطلع منه استراتيجية تقاوم هذه الأمراض، نمط الحياة والسلوك والغذائي. لكن أتمنى، وهذه نقطة مهمة جدا، أن يكون ضمن هذه الاستراتيجية ليس الوقاية، الوقاية صحيح ممتاز ومهمة جدا، بس إيش نسوي 70% عندهم وزن زائد وسمنة؟ هذول هم يبغونهم علاج، فإحنا لا نقتصر فقط على الوقاية للناس اللي لسه ما صاروا بدناء. نعم. نبغى للناس اللي بدناء أيضا التدخلات العلاجية أن تكون ضمن هذه الاستراتيجية، ومن ضمنها إلزام شركات التأمين، إلزام المؤسسات الصحية، إلزام أرباب العمل، السمنة مرض وتعامل كأي مرض آخر، ليس تجميلي، وإحنا ما قاعدين لا المرضى يتجملون ولا أحد يتجمل، يقدمون خدمة علاجية للمريض. شكرا لك دكتور عادل القحطاني على حضورك استديوهاتنا في الرياض، هذه المعلومات نشوفك إن شاء الله السبت المقبل. شكرا لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا فيها. هلا ألقاكم غدا في أمان الله.